السلام عليكم، كيفكم شباب؟ ان شاء الله بخير. اليوم جانا لكم مقطع جديد، وطبعا يا جماعه بعد غياب طويل عنكم عن القناه تقريبا اسبوع كامل لا نزلنا مقاطع لا فتحنا بث مباشره، حتى الستوري والمنتدى انهجروا بشكل كامل. ففي كثير ناس بيعرفوا شو المشكله اللي صارت عنا في القناه من خلال الستوريات اللي نشرتهم في الانستغرام والمناشير اللي حطيتهم في الديسكورد، وطبعا في كثير ناس كمان ما بيتابعوني على المنصات الثانيه، فلحد الان ما بيعرفوا شو المشكله اللي حصلت معنا وليش غبت هالغيبه هي. فمشان هيك بهذا المقطع رح الخص لكم المشكله بشكل بسيط وبشكل سريع، وطبعا بحب اتشكر كل شيء دعمني من البدايه لحد هالثانيه هي. فيا جماعه الخير، مثل ما بتعرفوا طبعا بدايه يعني بالفتره السابقه صار في كثير اوجاع كثير مشاكل حصلت معنا، مثل ما بتعرفوا صار في زلزال في سوريا وفي تركيا، وفي كثير شهداء وقعوا في الزلزال، وبنفس الوقت يا جماعه في كثير ناس تضرروا، وفي ناس فقدوا اقاربهم، ناس احبابهم وبيوتهم وكثير اشياء يعني. فمشان هيك يا جماعه الخير يعني خففنا شوي من تنزيل المقاطع بالفترة السابقة، وبعدين رجعنا بشكل تدريجي. وبعد ما رجعنا بشكل تدريجي مثل ما بتعرفوا صرنا نفتح بثوث مباشرة، وبآخر بث مباشر فتحناه على القناة تقريبا أنا بسكر البث بيجيني إشعار أو بيجيني بريد من اليوتيوب بيقول لي إنه في عندك مقطع مخالف على القناة لازم نحذفه. فمشان هيك مباشر دخلت على البريد طلعت على المقطع، يعني هذا المقطع أنا منزله تقريبا قبل بسنة، هو مقطع عبارة عن لعبة جي تي إي. فالمقطع يوميتها يعطيني إشارة إنه ما بيقدر بيجيب ارباح، وبنفس الوقت المقطع بالذات ما في عليه لا تفاعل ولا في عليه لايكات، وحتى يا جماعة الخير يعني حيطوا انا بس مجرد منظر يعني فقط يعني زيادة عدد، وبنفس الوقت انا نسيان اني احذف هذا المقطع. فتمضي سنة كاملة على تنزيل المقطع، وبعدين بتلاقي بيجيني اليوتيوب بعد سنة كاملة بيقول لي انه انت في عندك مقطع مخالف ولازم نحذفه. فالمطورين تبع اللعبة على ما اظن رفعوا مخالفة او رفعوا انذار بحق هذا المقطع وبحق قناتي، فبيجيني مخالفة اسبوع كامل ما بصير تنزل مقاطع، ما بصير تنزل ستوريات، ما بصير تفتح بث مباشر، ما بصير تعمل شيء على القناة ابدا. فمشان هيك يا جماعة الخير غبنا لكم هالغيبة هي، وطبعا انحذف المقطع ويعني خسرنا كثير اشياء، بس الحمد لله رب العالمين، يعني كل هذا الشيء كان خير بحقنا، وان شاء الله يعني عنا لسه الطريق طويل ولسه في اشياء كثير ما عملناها، وبالايام القادمة بنعوض كل شيء خسرناه. يعني يا جماعة الخير هي هي المشكلة، انه اليوتيوب ما بيحاسب الناس ببداية الطريق، لا بيحاسبه بنهاية الطريق. يعني المقطع صار له تقريبا سنة منزل على القناة وحتى أنا نسيانه، فبيجي بيحاسبني عليه بعد سنة. يعني تخيلوا هالسيستم هذا، ما بعرف شو بدي أحكي. فهلا رجعنا لكم ببداية جديدة، وطبعا يا جماعة واهم شيء ما بنسى كل حدا وقف معي بهي المشكلة اللي صارت عندي، واللي هي ان كان في دعم، ان كان يا جماعة الخير فتحنا قناة مثل ما بتعرفوا قناة تانية لحتى نخبركم بالمشكلة اللي صارت، لان في كتير ناس لحد الان ما بيعرفوا شو صار عندي. ففتحت قناة تانية هيك يعني احتياطية وسميناها ASGM. فهي القناة حطيت لكم رابطة بالانستغرام وحطيت لكم رابطة بالديسكورد، وفي كتير ناس دعموها للقناة وصارت تشتغل ان شاء الله، وطبعا عملنا لكم عليها مقطع وشرحت لكم المشكلة بالتفصيل. فيلي ما شاف المقاطع ويلي ما شاف القناة بتلاقوا رابط القناة في صندوق الوصف، ادخلوا دعموني عليها وخلونا نوصلها لألف مشترك، لاني لحد الان يعني لساتها ببدايتها يعني، عرفتوا كيف. فبتشكركم من اعماق قلبي لكل شيء حدا وقف معي بهالوقفة هاي، حتى لو بدعوة، لو بكلمة حلوة، ولو بتحفيز يعني بتشجيع انه لا يا احمد لا لازم نكمل، لازم نمشي، لازم نعمل. فيا جماعة الخير عن جد انا ما بعرف شو بدي احكي اكثر من هيك، اتشكركم من كل قلبي، وان شاء الله متابعين ومستمرين نحو 100,000 ونحو المليون لحد ما اطير القناة كلها، وبجوز بيوم من الايام يجينا اليوتيوب كمان بعد 100 سنة يقول لي والله في عندك قناة، او يقول لي في عندك مقطع قبل ب 100 سنة مخالف لازم نحذفه، فبطير القناة. ولكن الوقت الحمد لله رب العالمين على طول رضا، ما بطلع شيء بالامر، وان شاء الله ما راح اقصر معكم، وانتم كمان لا تقصروا معي. بتمنى من كل شيء موجود عندي في القناه، اللي ما اشترك يشترك، اللي ما فعل زر الجرس يفعل زر الجرس، وتابعوني على حساباتي الموجودين من صندوق الوصف حتى تعرفوا كل شيء بنزله، كل شيء بيصير معنا في القناه او بغير شيء. يعني مثلا تابعوني على الانستغرام، انا بنشر ستوريات هنيك اذا صار مشكله، اذا صار في امر طارئ او كذا، او اذا رح نفتح بس او هيك شيء، يعني بحط لكم ستوري او بننشر لكم منشورات وهيك. في يا جماعه الخير الله يوصلنا معكم نهايه المقطع، بتمنى منكم لا تقصروا معنا، وصلى على رسول الله محمد عليه الصلاه والسلام، والله يا جماعه بترككم بامان الله وسلام.